السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيام الحلمية الجميلة أيضا اللي هو بهجة العيد. بهجة العيد خاصة اللي هو العيد الفطر. بعد صوم 30 يوم الناس بتخرج تحتفل بعيد الفطر المبارك. تبدأ بهجة العيد دي باللي هو شراء ملابس العيد. نبقى نخرج مع الوالدة بالذات نشتري بسعر كانت بدلة هنشتريها أو شرز وبنطلون وقميص والجزمة والأطفال زي حالاتي في نفس الوقت ده. كنا نشوف الحاجة دي كلها يعني نحط الهدوم جنبنا على السرير ونحط الجزمة ساعات نحطها على السرير أو ساعات نحطها تحت السرير. نبقى كل شوية نصحى بالليل عشان إيه خايفين إن إيه الحاجات دي تختفي من الأوضة. طبعا كنا في الوقت ده كانت أشياء رخيصة جدا جدا. كانت الجزمة يمكن ما توصلش لجنيه وكان احنا عندنا حاجات في مصر اسمها باتا او زلط وتلاقي مثلا الجزمه الكاوتش ب 30 قرش والجزمه اللي هو العاديه الجلد دي توصل جنيه او جنيه ونص والاطفال تكون ارخص. ساعات في ناس بقى تشتري صندل على حسب الامكانيات او الى اخره. لبس العيد وجزمه العيد. الصبحيه في العيد بنعمل ايه؟ في عيديه. عيديه اللي هو ايه؟ الخلان بقى والعمام والقرايب والكبار يجدوا الاطفال. ما احنا قاعدين بقى منتظرين العيديه بتاعت العيد دي واللي هي كانت بتتراوح بالنسبه لسني انا في الوقت ده من 5 قروش الى 25 قرش وفي النادر بتبقى 50 قرش. وطبعا الجميل في الوقت ده ان بنك مصر كان بيطبع ملايين ملايين من الاوراق بتاعت البنك نوت اللي هي 5 قروش و10 قرش 5 و10 ساعه و25 قرش و50 قرش وجنيه علشان بيديها. وكان خالي رحمه الله عليه هو بيشتغل في بنك مصر كان دايما ايه يجيب لنا الحاجات دي كلها عشان يديها لنا او العيديه بتاعته بتكون اللي هو الـ الـ الاوراق البنكيه دي اللي هي الجديده. وطبعا احنا نقعد بقى نجمع الفلوس دي كلها في ثلاث ايام العيد ونعد بقى احنا جمعنا كام؟ جمعنا جنيه، جمعنا 2 جنيه، جمعنا 3 جنيه، نبتدي بقى نتصرف ونفكر هنصرفها ازاي؟ في بعض الشباب كانوا بيصرفوها الاطفال يصرفوها في شراء حلويات او في بعض يشتروا هدوم او يخشوا السينما او يلعبوا في مكان معين او يروحوا المراجيح ويلعبوا بالوز الى اخره الى اخره. وفي بعض الناس كانوا بيختصروها يعملوا بيها اشياء ثانيه. فده بالنسبه لفتحه العيد. يوم العيد الصبحيه كانت والدتي دايما تروح تزور والدها الله يرحمه لانه مات توفى سنه 1956. كان دايما تاخدني معاها ونروح باب الوزير والغفير والمجاورين اللي هي القرفات هناك. هناك بقى نقابل مين؟ نقابل المقرئين. اول ما يشوفونا جينا على الحوش بتاع المقبره يجي المقرئين بقى يقروا كلهم حافظين عدية ياسين. هو مجرد ما يبتدي يقرا تقوم الوالده يكون معانا شنط فيها الشريك وفيها اللي هو البلح وفيها غير الشريك والبلح وفي طبعا ما نديله فلوس يعني فلوس دي بقى 5 ساق بعض القروش ونقول ايه الراجل ينصرف ونشكره على اللي هو بيعمله. نرجع احنا بقى كاطفال نروح نلعب بقى بالعاديه اللي معانا دي. كان في نلعب بالعجل كنا بنأجر العجله يبقى مثلا عجلاتي واقف كده معاه العجل بتاعه في عجل بعجلتين وعجل بتاعت عجلات ويقول لك اللفه من هنا لاخر الشارع بتعريفه، تعريفه يعني 5 مليم يعني نص قرش وتروح هناك وترجع وعايز لفه ثانيه تدفع تعريفه وهكذا. ده بالنسبة لعجلاتي. بالنسبة للمراجيح، المراجيح كان موجودة في كل مكان لأن ما كانش في ملاهي ساعتها. المراجيح نطلع على المرجيح ونلعب واللفة برضك اللي هو بتعريفة أو في حاجة اسمها كان الوز، الوز دي كان عاملة زي الصندوق واتنين يقعدوا من هنا واتنين يقعدوا من هنا والراجل يزق ونطلع وننزل ونطلع ونقعد نصرخ إلى آخره في الوزة وفي المراجيح إلى آخره. طبعا غير الوزة وغير المراجيح ووزارة القرافة. المسحراتي كان يجي لنا يوم العيد الصبحيه. هو مين المسحراتي؟ ما فيش حاجه اسمها مسحرات، كلكم يمكن عارفين مسحرات، يجي بقى علشان الاهالي يدوا له النصيب الى اخره. الاسبوع الاخير من رمضان كان بيشاهد ان كل البيوت في مصر بتعمل ايه؟ بتعمل الكحك. الكحك والغريبه والبسكويت والبوتيفور والقرص والمنين وايه تاني؟ والشكلمه. عارفين الشكلمه يعني ايه؟ اللي هي معموله من الايه؟ من الجزر الهند. والشكلمه وكانت ما كانش عندنا بوتاجازات في البيت ولا افران في البيت فكنا بنحط الحاجات دي في الصاجات. صاج للكحك، صاج للبسكوت الى اخره.
ونشيلها على 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 رأسنا ونروح بيها للفرن ونقعد قاعدين في الفرن لغايه ما يجي الدور بتاعنا وناخد الصاجات ونرجع نجيبهم البيت. طبعا كل الاهالي اللي بيجوا لنا عشان يزورونا يدوقوا الكحك بقى ويشكروا الوالده ويشكروا الايه الاخوات لما عملوا حاجه. من العاب العيد اللي احنا كنا بنعملها ايضا موجود عندنا اللي هو البوم. عارفين البوم ده كان في رمضان وكان في العيد. نشتري البوم كان مش عارف الواحدة بتعريفة او الاثنين بتعريفة حاجة زي كده هو يعني. ونقعد البوم ده نسيه كده ونقوم فرقعينه وفي الشوارع يعمل الدوشة. او اللي هو الصواريخ. الصواريخ دي كانت معمولة من مادة يعني بتعمل زي اللي بنسميها الالعاب النار اللي هو الالعاب النارية. نولعها وتقعد ايه ونعملها كده هو وتطلع لون جميل بالوان مختلفة الى اخره. وفي حاجة اسمها حبش ايطاليا. حبش ايطاليا ده كان شريط ورق كده وفيه نقاط كده فيها مادة لما تضربها بالزلطة تقوم عاملة صوت ومفرقعة ومطلعة نار. فدي الحاجات اللي احنا كنا بنلعب بيها ايام العيد يعني ما بين العجلة والوزة والمرجيحة وزيارة القرافة والمسحراتي والحبش ايطاليا والبومب. كل الحاجات دي كلها دي بتخليك ترجع تشوف ان الحاجات دي الاطفال يا عيني اللي من دول محرومين من البهجة اللي احنا كنا نسعب بيها بامكانيات بسيطة جدا 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 جدا. طبعا يعني الامر ده بياخدنا مرتين عند الجزء ايضا اللي اتكلمت عنه في فيديوهات تانية انه من جزء من تكوين شخصية الطفل في هذه المرحلة من حياته ويتذكرها دايما طول عمره مع اصحابه ومع اصدقائه. انا اشكركم جميعا وجزاكم الله خير على مشاهدة الفيديو. واذا كان الفيديو عجبكم ارجوكم تشاركوه مع اصدقائكم.